قصص عربية. الأميرة وردة. قديماً في مملكة جميلة وقوية، كان الملك والملكة في انتظار ولادة الأميرة الصغيرة، وكانت أجمل طفلة في العالم كله. إنها لطيفة ورقيقة وجميلة. سوف أسميها وردة، إنها وردتي. كل جنيات المملكة جئنا لمباركة الطفلة، كنا متحمسات، لكن إحداهن كانت مختلفة. ها، مباركة الأميرة، وكأننا متفرغات لهذا. كربوس، نحن جنيات ونلتزم بفعل الخير. نحن لدينا قوة ونستخدمها كيفما نشاء. القصة ستكون أفضل مع بعض العقبات. جاء يوم تقديم الأميرة للمملكة، وجاءت الجنيات للحفل الذي كان في القصر. عزيزتي، ستصبحين أجمل وأرق أميرة في العالم، وذكاؤك سيكون أكبر من جمالك. ستحلين أي مشكلة أمامك. ستكونين طيبة مع الجميع، وستصبحين محبوبة جدا. وأنا أقول، قبل أن تصلي لسن 20 ستحدث مشكلة، وكل مباركات الجنيات لن تساعدك فيها. ستكونين حمقاء وفقيرة جدا، وربما أيضا تموتين. ماذا فعلت تلك الطفلة لك؟ تقولون إن الخير ينتصر، صحيح؟ سنرى بشأن هذا. يا خبر، هذا فظيع. ما الذي يحدث؟ لا تخافي أبدا، أباركك. ولو انتصر الخير في داخلك وتعلمت الدرس، ستنتهي لعنة كربوس للأبد، وستمتلئ حياتك بكل سعادة والخير. حاول الملك والملكة أن يحمي ابنتهما من هذا المصير بأي ثمن، وعقد اجتماعاً مع كل المستشارين في المملكة. سنبني برجاً عالياً لابنتي، وتبقى فيه 20 عاماً، ولن يراها أحد سوى أهل الثقة فقط من الخدم والمستشارين. ولن نجعل كربوس تقترب من ابنتنا. تم بناء البرج، وعاشت الأميرة فيه، ووضعت الجنيات تعويذة لحماية البرج لتكون الأميرة آمنة. كبرت وأصبحت جميلة وذكية وطيبة. مر الوقت وأصبح الجميع لا يخشون لعنة كربوس. لم يدركوا أن سحر كربوس لا يصل للبرج، وكانت تقوم بالسحر في الخارج. كما ترون، في كل عام من 20 كانت كربوس تزيد بضع دقائق في كل شهر. وهكذا بحلول 20 أخطأ الملك والملكة في الحساب بمقدار أسبوع، ودون أن يعرف أخرج الأميرة من البرج قبل الموعد بأسبوع. لم يعرف أحد أنها عندما خرجت وقعت الأميرة تحت تعويذة كربوس. ابنتي، أهلاً. الشمس جميلة جداً. عزيزتي، سفير مملكة ماريلين جاء بعرض من الأمير، وهو نبيل وذكي مثلك. أهلاً أميرتي. كيف حالك؟
لأول مرة تقابل الأميرة شخصاً غريباً. كانت فضولية بشأن مملكة الأمير، لذا تحدثا معاً. أميرتي، لقد جئت من جزيرة، وهي جزيرة بعيدة اسمها سونغ بيرد. إنها جميلة جداً وتمتلئ بالسحر. فعلاً؟ عشت في البرج طويلاً وكنت أريد السفر لأرى جمال العالم الذي سمعت عنه. أريد السفر يا أميرة، والدك لن يسمح أن تسافري معي، وهذا لأنك أميرة وأنا مجرد سفير. إذن لا يمكن. أتعرف، لا أهتم. سنذهب سراً الليلة، بعد الحفل سنرحل. ولو أمسك بنا؟ لن يفعلوا، أعرف شخصاً سيأخذنا بقاربه في البحر. في الليل بعد انتهاء الحفل، قابلني بعد ساعتين. كل من في القصر سواهما سينامون تماماً لمدة 3 أيام. عندما نام الجميع، تمكنت الأميرة من الهرب ووصلت لبوابة القصر، وبعدها هي والسفير وصلا إلى القارب وأبحرا بعيداً. خذنا بعيداً إلى جزيرة سونغ بيرد. أمر سيادتي، تفضلي. خرجت، لكن تبقى أسبوع على نهاية المدة. كاربوس، ظننا أنها نسيت أمر اللعنة. علينا زيارة القصر وحماية الأميرة. ما هذا؟ كيف نمت كل هذا الوقت؟ وكيف نمت أنا أيضاً؟ ما رأي السفير بشأن هذا؟ مولاي، لم نجد الأميرة أو السفيرة في أي مكان. ماذا؟ كيف؟ كيف إذن؟ كاربوس، لقد خدعتنا جميعاً، غيرت التوقيت حتى تخرج الأميرة قبل نهاية المدة بأسبوع. ابنتي، ماذا فعلت كاربوس بها؟ يا قائد، ابحث في أنحاء المملكة، في البحار والجبال، عن ابنتي. سنبحث في عالمنا لنرى لو أخذتها كاربوس هناك. سوف نحميها. أتذكرون مباركتي للأميرة؟ لو تعلمت الأميرة ورد الدرس ستنتهي لعنة كاربوس. أخيراً وصلنا للجزيرة الجميلة. أنا حرة وأنا جائع. لما لا تجدين بعض الطعام لنا؟ ماذا أتريد مني؟ البحث عن الطعام؟ أنت أميرة في القصر وليس هنا. جئت لهذا المكان السيء فقط لرغبتك في السفر. هيا إذن، ابدأ العمل. صحيح، أنا جائعة أيضا. سأرى ماذا أجد. بحثت في كل مكان ولم تجد أي شيء، وكانت متعبة. أميرة وردة، انظري تحت الحجر، ستجدين عسلا لذيذا. رجاءً خذيه ولا تشاركيه مع السفير. نفذت الأميرة هذا ووجدت العسل تحت الحجر. كيف آكل وحدي؟ السفير جائع أيضاً. انظر لهذا، سنتشارك معاً. أعطيني هذا. إنه لذيذ جداً. في جوع وحزن جلست الأميرة تحت الشجرة. يا أميرة وردة، هناك
خلف الشجيرة ستجدين الحليب، إنه لك لكن لا تشاركيه مع السفير. كيف أشرب وحدي؟ السفير عطشان مثلي. وجدت هذا الحليب، سنتشارك. أعطني هذا. لماذا تشربين وأنت لم تأكلي حليب؟ صدمت الأميرة. أستحق هذا، كيف تركت القصر بهذا الشكل؟ كيف وثقت بشخص لا أعرفه؟ لقد أذيت والدي بسبب أنانيتي. يا أميرة وردة، سوف تجدين هناك بجانب النهر بعض الطعام يليق بأميرة. رجاء لا تشاركيه أبدا مع السفير. نفذت الأميرة كلام السلحفاة ووجدت الطعام، لكن حينها علي مشاركة السفير. ليه؟ ليه؟ خدعني مرة وبعدها كرر الأمر. لن أسمح بتكرار هذا، لن أموت جوعا. أكلت الأميرة الطعام ثم قالت: كنت غير مسؤولة وعلي تصحيح الوضع. لابد أن والدي قلقان، أنا علي العودة. أخذت بعض الخشب وأشعلت النار، وفي نفس الوقت هيا اتبعوا هذا واحضروا هذا البحارة لي. سيدي، هذه العملات من مملكتنا، من أعطاها لك؟ كان رجلاً وامرأة. أين هما الآن؟ أنا أخذتهما لتلك الجزيرة. سيدي هناك، انظر هناك. هل هذه هي الجزيرة؟ نعم إنها هي. هيا إلى هناك. وعلى الجزيرة بعد أن تعلمت الدرس، حققت الأميرة شرط إنهاء اللعنة وغضبت كاربوس. كيف نجحت الجنية في إبطال سحري؟ سأجعلها خفية ولن يراها أحد أو يسمعها. سيدي، سيدي، أنا هنا. كاربوس، كيف؟ عادت الأميرة لوطنها. أمي، أبي، أنا آسفة جداً جداً، لا أعرف سبب هذا. هذا بسبب لعنة كاربوس، لم تخطئي. لا يهم من السبب، كان علي أن أتعلم الدرس. تعلمت أن علي تحمل المسؤولية لكل قرار أتخذه أياً كان السبب. الحياة لا تقبل الأعذار. أسلوب التفكير هذا هو ما سيجعل منك ملكة قوية. وأنا آسف، وأقدم لكم الأميرة ماندرين. كما وعدت الجنيات، عاشت الأميرة في سعادة أبدية ودوماً بجانب الأمير الرائع والحكيم ماندرين.